نستنبه الطريق. قف. من أين لك بالمفتاح؟ اصعد. إذا سألك الشرطية عن الرخصة. يا أخي لا توجد شرطة في مثل هذا الوقت. هيا هيا بنا. الحصول على رخصة القيادة يعني الخبرة والتأهيل الفني، والسائق الذي لا يملك رخصة القيادة ويسوق سيارة يعرض نفسه للعقاب كما يعرض نفسه والآخرين للخطر. قوانين المرور بالمرصاد لأمثال هؤلاء المخالفين، فلا تقود السيارة بدون رخصة قيادة. امتنع عن ذلك من أجل سلامتك وسلامة الآخرين. الناس يعمرون بل تعطيهم حقوقهم ليعمروا. يعني شنو بساطة وشنو جميل، شنو رسالة. بس يعني شنو يعني اللغة العربية، بس يعني اللغة العربية كانت حتى بالسوالف العادية كانت لغة عربية فصحى. هي استشراف لغوي كبير، يعني عندنا استاذ باللغة مشرف على النصوص. كان التصوير بعمان ولا بالكويت؟ شنو لوحات عمانية على ما اعتقد. يمكن هذا التصوير صورته يعني بكذا مكان، كذا مكان بس ما اتذكر بالضبط اماكن كلها، لكن معظمها كان حتى والله حلو وكان بسيط مثل ما قلت لك. حصه هو المشهد التمثيلي بعد وبعدين مو مليقين يعني. شوف الحين لما هو يقدمونه يتكلمون باللغه العربيه اللغه العربيه الفصحى ويحاولون يوصلوا لك رساله وانت هم تضحك. بس منها اللغه العربيه المبسطه يعني. كل شغلنا ان العربيه اللغه العربيه المبسطه، لان انت تبي تذيع حق عده دول، فبالتالي اللهجه المحليه ما تمشي يعني. طبعا لا الكويتيه ولا السعوديه، فخليناها اللهجه العربيه المبسطه للجميع يفهمها.